السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في محاضرة اليوم التي تكون بعنوان أداء النفط ونظرة فنية لتوقعات حركته خلال الفترة القادمة. طبعا تعمدت في هذه المحاضرة أن أقدم مجموعة متنوعة من البيانات، حقيقة البيانات سترون أنها تتدرج من بيانات ومعلومات عامة حول هذه السلعة التي تعد السلعة الأم لجميع السلع الأخرى، وأيضا وصولا إلى بيانات مرتبطة بالتداول بشكل مباشر، وصولا إلى استراتيجية لتداول النفط بشكل أكثر دقة. طبعا سوف نتناول النفط أولا من ناحية المفهوم، من ناحية البيانات المؤثرة، من ناحية تكونه وتاريخه ونشأته وطرق تقييمه وأنواعه، إضافة إلى أنواع النفط التي يمكن التداول عليها واختلافات أسعارها، نظرة على الحركة التاريخية لهذه الأسعار، البيانات التاريخية التي أثرت في حركة أسعار النفط، تقسيم التايم أو التايم لاين الخاص بأسعار النفط، كيف تغيرت الأسعار وما هي الأسباب الرئيسية التي وقفت وراء هذه التغيرات، وصولا إلى كيفية توقع حركة أسعار النفط أولا على الجانب الأساسي من ناحية البيانات الأساسية المؤثرة في حركة أسعار النفط من تقارير وبيانات أخرى، إضافة إلى الجانب الفني من ناحية استراتيجيات تداول والنظرة الفنية للوضع الراهن لأسعار النفط، وكما ذكرت لكم رح يكون في استراتيجية بالآخر، استراتيجية للتداول تستطيع تطبيقها على النفط وغيره من المنتجات. طبعا نبتدأ بالمحاضرة. ما هو المقصود بالنفط؟ طبعا يسمى بالبترول والذهب الأسود، الزيت الخام، كلها مسميات صحيحة للنفط، وهو مصدر من مصادر الطاقة الأولية، حيث أنه سائل كثيف قابل للاشتعال، أسود يميل للإخضرار كلون، يختلف مظهره أحيانا حسب مكان الاستخراج الذي يتم منه، ومن هنا سوف نتعرف على أنواع النفط حقيقة، ولكن قبل ذلك سوف نتحدث عن نشأة النفط وتكونه إجمالا. طبعا رح نتحدث عنه من ناحية النظرية العضوية أو البيولوجية لتشكل النفط، ومن ثم النظرية المعدنية، وأخيرا النظرية الكيميائية. يعني مثل ما قلت لكم، البيانات التي ستكون في هذه المحاضرة من المعلومات العامة لنصل بها إلى معلومات يعني تتعلق بالتداول، ولكن من الجميل أنك يكون عندك إلمام كامل بالسلع التي يتم التداول عليها، لأنه كل معلومة قد تفيدك في مرحلة من المراحل. طبعا هناك ثلاث نظريات تفسر نشأة النفط. النظرية العضوية أو البيولوجية، تقوم هذه النظرية على أن النفط قد تكون من بقايا بعض الكائنات الحية والحيوانية والنباتات، وخاصة تكونت في قيعان البحار وتحولت تدريجيا إلى صخور رسوبية تزايدت سماكتها، ثم تعرضت لضغوط هائلة وارتفعت حرارتها إلى درجات بالغة بالعلو بفعل تحركات القشرة الأرضية مثلا وتأثيرات حرارة باطن الأرض، وبالتالي تكونت لدينا ما يسمى بطبقات الصخور الرسوبية أو ما تسمى بصخور المصدر. تعتبر هذه النظرية يعني هي الأفضل بدون عن باقي النظريات بسبب اكتشاف معظم حقول البترول في المناطق التي فيها صخور رسوبية وبالقرب من شواطئ البحار وقيعان البحار مثل الخليج العربي، بحر الشمال، خليج السويس وغيرها من المناطق التي تتكون يعني منطقة بحرية أساسا أو واجهة بحرية أو كانت قيعان بحار سابقا. أما النظرية المعدنية فتنص على أن البترول نشأ من أصل غير عضوي. إذن الأولى كانت نظرية عضوية، أنه جاي من كائنات عضوية. أما الأصل غير العضوي فهو معدني، بالتالي يكون نتيجة لتعريض ما يسمى بكربيدات الفلزات الموجودة في باطن الأرض لبخار الماء. هاي نظرية معدنية، معلومات عامة لكن
تفسر يعني حتى بنشأة النفط هناك اختلاف كيف تشكل النفط. إذن عندك النظرية العضوية، النظرية المعدنية، وأخيرا النظرية الكيميائية، وهي التي تفترض أن هناك بعض الهيدروكربونات قد تكونت في زمن قديم باتحاد هيدروجين مع كربون، ثم انتشرت في باطن الأرض واختزنت فيها وتحولت إلى النفط. هذه آخر النظرية. ننتقل من نشأته وظهوره وكيف تشكل والنظريات التي تتعلق به إلى تصنيفات النفط الخام، اسمه كرود أويل. أوكي، هناك أربع تصنيفات رئيسية. أولا النفط الخفيف جدا، وما يسمى بالتقطير الخفيف، يشمل وقود الطائرات، الكيروسين، بنزين، وهي الزيت الذي يميل إلى أن تكون زيوت شديدة التقلب، يمكن أن تتبخر في غضون بضعة أيام، يعني بعد أيام ما بتلاقيهم موجودين، تبخروا. اثنين، عندك النفط الخفيف، يعني عندك الخفيف جدا، عندك الخفيف أو ما يسمى بتقطير متوسط، يكون يشمل معظم الصف الأول والثاني من زيت الوقود والديزل، بالإضافة لزيت الغازات البحرية الخفيفة، وهي أقل تقلبا وأقل سمية. ثالثا لدينا النفط المتوسط، يتدرج معظم النفط الخام في السوق هذه الأيام اللي بنتداوله واللي بتسمع عنه تحت فئة النفط المتوسط، يتميز بالتقلب المنخفض نوعا ما، مما يجعله أكثر تعقيدا، وبالتالي تفككه وتحوله إلى غاز يكون أقل عندما يتعلق الأمر بالمستويات السمية. وقد رأينا من قبل ما يمكن أو من قبل ما يمكن أن تفعله في المحيطات والبحار والحياة البرية، ممكن أن تؤدي إلى يعني موت الكائنات البحرية. رابعا لدينا النفط الثقيل، يشمل الزيوت الخام الثقيلة، هو الأكثر سمية يكون للمخلوقات، ويمكن أن يلوث المياه والتربة على المدى طويل. في الحقيقة يعني يوجد أكثر من 160 نوع مختلف من النفط الخام، كلهم نفط خام موجود دون أي تكرير، دون أي تنقية، دون أي تصفية. عندنا 160 نوع من النفط يتم تداولها جميعا في الأسواق. للتبسيط، الأكثر شهرة بين هذه النفوط جميعا وتحصل على أكثر اهتمام وعلى أكثر جاذبية كسلعة هي ثلاثة أنواع: خام غرب تكساس اللي هو ويست تكساس اسمه WTI، سلة أوبك، السلة النفطية لأوبك أو النفوط أوبك، وعندنا مزيج برنت. أوكي، برنت، WTI، وسلة أوبك. نبدأ ببرنت. يستخدم خام برنت كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية. مما يتكون برنت؟ يتكون من مزيج 15 حقل نفطي، يعني 15 حقل بيستخرجوا منه النفط وبيجمعوهم مع بعض وبيسموهم مزيج برنت. طبعا هدول ال 15 حقل موجودين في منطقتين، واحدة اسمها برنت واحدة اسمها نينيان، وكلاهما موجودان في بحر الشمال في أوروبا، اللتين تنتجان نحو 500,000 برميل يوميا. بناء على الفروق بينه وبين الخامات الأخرى، فإنه بشكل عام يباع في المتوسط، مزيج برنت هو أعلى الأسعار، سعره أعلى من سلة نفوط أوبك بحوالي دولارين، بينما أعلى من WTI بنحو دولار تقريبا. ننتقل إلى WTI، ثاني درجة بيكون من النفوط الخفيفة، بسموه Sweet Crude Oil. WTI هو Sweet Crude Oil، فيه حلاوة، فيه طعم حلاوة، يعني إنه فيه يسمى بالنفط الخفيف الحلو. وزنه النوعي تقريبا للي مختص يعني، ولكن هاي معلومات عامة، 396 درجة. يحتوي على 24% من الكبريت فقط، وبالتالي يعطيه هذا النوع من الميزة الجيدة. يتفوق على نفوط أوبك وعلى تقريبا بحوالي دولار، بينما هو أقل من خام برنت بحوالي دولار. نظرا لجودته، فإنه WTI يعتبر المصدر الأساسي
للبنزين في الولايات المتحدة كما يدل اسمه، فيعني لأنه هو من تكساس، فإن أغلبه ينتج حقيقة في غرب تكساس. أخيرا نفوذ أوبك، تتكون سلة أوبك من 7 خامات قياسية حقيقة، تنتج أوبك 6 من هذه النفوذ الخام. طبعا النفط العربي السعودي الخفيف، نفط دبي الفاتح، الصحراوي الجزائري، بوني الخفيف النيجيري، ميناس الاندونيسي، تيخوانا الخفيف وهو من فنزويلا، واخيرا طبعا بالاضافه الى خام لا تتجه اوبك، او لا عفوا يعني لا تقوم اوبك بانتاجه، وهو اثماس المكسيكي. طبعا هذه النفوط الاساسيه التي تسمى سله اوبك، سعرها يكون عاده اقل من سعر برنت وغرب تكساس، وتعتمد اوبك على المتوسط الحسابي لسعر هذه السله النفطيه. وعلى الرغم من ان اوبك تبنت السله من سنة 1987، إلا أن أهميتها ظهرت منذ عام 2000 تقريبا. دعيش بيقول لي أنه الصوت مو ظاهر عنده، هل الصوت راح عندك؟ يا ريت أكدوا لي أنكم سامعين الصوت، أنا شايف أنه الصوت هون واضح، ما بعرف إذا المشكلة من عندك يا أخ دعيش. هل الصوت مسموع؟ طيب تمام نكمل. طبعا كلها معلومات عامة، ولكنها معلومات يعني يحتاج المتداول انه يكون عنده المام فيها اجمالا. رح ننتقل الى معايير قياس النفط، ما رح طول في هاي المعلومات لانها معلومات عامة لكن تحتاج الى معرفتها. معايير قياس النفط، بما ان النفط ومشتقاته من السوائل فانه يقاس بالحجم او بالوزن، ومن المعروف ان عمليات التكرير تنتج مواد مختلفة الكثافة، ممكن يكون حجمها أكبر من النفط الخام الذي استخدم لإنتاجها. فبنجي على التصنيفات، عندي البرميل. البرميل يعود استخدامه إلى اليوم الأول لاكتشاف النفط تجاريا سنة 1859 في بنسلفانيا، حيث تم استخدام براميل الخمر لنقل النفط. يستخدم البرميل كمعيار للتسعير والإنتاج والتصدير ولقياس حجم الإنتاج وغير ذلك. رغم توقف استخدامه منذ زمن بعيد، ولا يزال البرميل وحدة لقياس الحجم تساوي 42 ألف جالون، كما أنها تساوي 152 لتر. ومن ثم يأتي الجالون والذي يقيس المشتقات النفطية وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم يأتينا اللتر وهو أصغر وحدات قياس حجم السوائل النفطية وشائع في البلاد الأوروبية والشرق الأوسط، ولدينا أيضا الطن، حيث لجأت بعض البلاد إلى استخدام وحدات قياس الوزن بدلا من الحجم، وذلك لعدة أسباب، منها عدم استخدام البراميل في شحن النفط، والطن يساوي 7 براميل من النفط الخام تقريبا، إلا أن هذا يختلف حسب المشتقات النفطية وحسب كثافتها كذلك الأمر، فبالتالي لجأوا إلى قياس الوزن. طبعا هذه هي المعلومات العامة. آخر يعني نستمر بالمعلومات العامة وننتقل إلى ما يسمى بمشتقات النفط، عندي مشتقات سائلة وخفيفة، وأخيرا لدينا الزائدة. السائلة يعني يستخرج منها، يستخرج من النفط غاز البروبيبين وغاز البوتان الذي يستخدمان، تعرفوا بالغاز اللي بنعرفه نحن، غاز الطبخ والتدفئة، ويمزج أيضا مع وقود السيارات. يستخرج منه أيضا المشتقات خفيفة مثل البنزين على سبيل المثال، نستخدمه بوقود السيارات وغير ذلك، ويرشح منه أيضا وقود تدفئة وكيروسين تبع الطائرات وديزل. بينما التصنيف مشتقات النفط الزائدة، يستخرج منه زيت الوقود والفحم الصناعي والزفت والكبريت، وأيضا الوقود الخاص بالسفن والمواد المستخدمة بتعبيد الطرقات والصناعات الكيميائية. كيف ينقل النفط؟ وعلى فكرة اللي بيتداول النفط على مستويات كبيرة بيدخل لأدق التفاصيل، منها عمليات النقل. يعني في عندكم تومسون رويترز للمتخصصين، راح يشوفوا انه تومسون رويترز في عندهم جزء مخصص لتتبع وتراكينج
الناقلات النفط وين موجودة وإلى أين تتجه، لتعرف أيضا كيف الطلب يكون وأين هو الطلب موجود حاليا وما هي الأحجام التي تنقلها ناقلات النفط. طبعا هي ناقلات النفط هي سفن بنيت خصيصا لعملية واحدة وهي نقل النفط. أكبر ناقلة نفط في العالم هي اسمها نوك نيفز، وهي أيضا أكبر باخرة حقيقة في العالم. تصنف ناقلات النفط حسب الوزن الذي تتمكن من حمله، بالتالي أيضا تصنف حسب الممرات المائية التي يمكن أن تمر بها هذه الناقلات إجمالا. فالناقلات العملاقة تتجاوز حمولتها فوق 300,000 طن متري. لاحظوا أنا راسم لكم إياهم أو حط لكم الصورة بالترتيب. أول شيء عندك الناقلات العملاقة أكثر من 300,000 طن متري. طبعا هاي النافطات أو الناقلات هي اللي بتدور حول رأس الرجاء الصالح على سبيل المثال، أجمالها يعني معدل المرور لمسافات بعيدة، ولكن لا يمكنها أن تمر من قناة السويس على سبيل المثال. فبالتالي لدينا ناقلات أخرى مخصصة لهذا الأمر. بالمرتبة الثانية بيجي عندك الناقلات كبيرة جدا 200,000 طن متري، وحجمها أيضا يمكنها من الدوران حول رأس الرجاء الصالح، يعني بتمر من المحيط للمحيط، حجمها يمنعها من المرور أيضا من قناة السويس. من ثم تأتي ناقلات قناة السويس التي يمكن أن تمر فيها حمولة ما بين 125,000 و200,000 طن متري. وأخيرا الناقلات الأفريقية وهي التي تنقل كميات أقل، عندك 80,000 إلى 125,000، بينما لأنه قناتها ضيقة جدا فلها ناقلات خاصة، قناة بنما بتمر فيها ناقلات تحمل 50 إلى 79,000 طن متري. طبعا معلومات عامة كذلك الأمر. الفرق بين احتياطيات النفط ومخزون النفط، وهي معلومة بدأنا نأتي إلى المعلومات التي تؤثر بشكل مباشر بالحركة السعرية. طبعا تغيرات المخزون على أسعار النفط تأثيرها كبير، وأيضا تغيرات الاحتياطيات النفطية لها تأثير كبير، بينما لا يوجد ارتباط مباشر أو الاحتياطيات الارتباط فيها غير مباشر مع أسعار النفط. المخزونات لها تأثير مباشر بينما الاحتياطيات ليس لها تأثير مباشر على أسعار النفط. تقسم الاحتياطيات لثلاثة أنواع، وبس نقطة هون على الاحتياطي. لما الولايات المتحدة الأمريكية قررت أنه احتياطي النفط، أو ترامب قال أنه بدنا نبدأ نبيع باحتياطي النفط الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية، ما كتير تفاعلت أو تأثرت الأسعار بشكل كبير مع هذا النقطة. بينما مخزونات النفط التي تعد للاستهلاك بشكل مباشر فهي مهمة جدا. طبعا الاحتياطيات تقسم إلى ثلاث أنواع، احتياطيات مؤكدة وهي كمية النفط التي تأكد وجودها علميا، وطبعا درجة التأكد من هذه الاحتياطيات هي 90%. احتياطيات يعني لم يتم استخراجها بعد، بينما المخزونات هي تم استخراجها وخزنت. احتياطيات محتملة درجة التأكد فيها بتكون أقل أكثر من 50%، والممكنة هي أقل من 50%. طبعا الاحتياطيات تمثل النفط الموجود في باطن الأرض لكن ما تم استخراجه بعد، بما في ذلك النفط الذي لم يتم اكتشافه أساسا. بهالحالة هي أكبر دول العالم التي لديها احتياطي نفطي في العالم لم يتم استخراجه بعد فنزويلا، ومن ثم تأتي السعودية، ومن ثم كندا، وأخيرا إيران المركز الرابع. بينما المخزونات وهو النفط الذي تم استخراجه وخلص طمننا أو تأكدنا أنه في عندنا هذا النفط ومستعدين لبدء ببيعه وتسويقه وتحريكه وتوزيعه،
يمثل كميات النفط الخام والمشتقات النفطية التي تم تخزينها من قبل الشركات والحكومات لأهداف تجارية أو استراتيجية. أكبر الدول العالم من حيث المخزون النفطي تأتي الولايات المتحدة الأمريكية، تليها الصين، ومن ثم اليابان، ومن ثم كوريا الجنوبية. نأتي الآن إلى إنتاج النفط. حقيقة أكبر دول العالم إنتاجا للنفط في اليوم روسيا ب 10.5 مليون برميل، السعودية 10.46 مليون برميل، أمريكا بالمركز الثالث ب 8.87 مليون برميل، والعراق رابعا ب 4.45 مليون برميل. هذه من حيث الإنتاج. أما من حيث الاستهلاك فنرى أن الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر استهلاكا في العالم ب 19.4 مليون برميل، يعني أمريكا بتشتري قد ما تنتج مرتين لحتى تغطي الاستهلاك. الصين 8.87 مليون برميل، الهند 4.16 مليون برميل، واليابان أخيرا ب 4.15 مليون برميل. من ثم ننتقل إلى العوامل المؤثرة على أسعار النفط. هون بدي تركيزكم الكامل بهذه العوامل. أولا العرض والطلب. طبعا التحديد المعروض من النفط، يعني من قدرة شركات النفط لاستخراج احتياطيات من الأرض وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، هذا معروف، يعني أمر محدد، معروف شو هو النفط اللي موجود ومقدرة الشركات على استخراجه من الأرض وتوزيعه في جميع أنحاء العالم. هناك ثلاث متغيرات رئيسية في العرض. أولاً التغيرات التكنولوجية، كل ما تقدمت التكنولوجيا بالاستخراج كلما زادت كميات الإنتاج، كلما أثر ذلك على العرض وبالتالي على الأسعار. العوامل البيئية، قدرة شركات النفط لتجميع وتجديد رأس المال، هذه هي العوامل الثلاثة: تغيرات تكنولوجية، عوامل بيئية، وقدرة شركات النفط لتجميع وتجديد رأس المال بهدف توظيفه في عملية الإنتاج. أما بالنسبة للطلب على النفط الخام فيأتي عادة من أفراد وشركات وحكومات، ويميل الطلب على النفط إلى الارتفاع خلال الأوقات الاقتصادية الجيدة وتحسن الإنتاج، والطلب على النفط يرتفع في هذه الحالة وبالتالي ينخفض خلال أوقات الاقتصادية السيئة والتي يكون فيها الإنتاج ضعيفا نسبيا. أيضا من العوامل المؤثرة منظمة أوبك. كل القرارات والمتغيرات التي تصدر عن أوبك تؤثر على الأسعار بشكل مباشر، فلهذه المنظمة قدرة كبيرة على التحكم بالأسعار عن طريق تغيير معدلات الإنتاج. طبعا تتحكم أوبك بحوالي 40% من إمدادات النفط في العالم، وتتكون الأوبك من 13 دولة: السعودية، الجزائر، أنغولا، إكوادور، الغابون، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، الإمارات، وفنزويلا. طبعا الأزمة الأخيرة اللي شهدتها أسعار النفط بشكل واضح كانت نتيجة حفاظ الأوبك على مستويات الإنتاج وبالتالي ارتفاع المعروض عن الطلب، وكان ذلك سببا رئيسيا بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، بلغ أو وصل إلى أكثر من النصف تراجع أسعار النفط. من العوامل أيضا تكلفة الإنتاج. كلما ارتفعت تكلفة الإنتاج كلما زاد ذلك تأثيره على أسعار النفط. طبعا من أهم العوامل المؤثرة تعتبر تكلفة الإنتاج على أسعار النفط. إذا أردنا مقارنة أسعار تكلفة إنتاج النفط على سبيل المثال بمكانين مختلفين كليا، نلاحظ أنه تكلفة إنتاج النفط مثلا أو استخراج النفط في الشرق الأوسط رخيصة نسبيا بالمقارنة مع الأماكن مثل كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتميل الأسعار إلى الارتفاع إذا تم استنزاف جميع مصادر النفط الرخيصة ولم يتبقى سوى المصادر الأكثر تكلفة.
عوامل غير مباشرة، عاد هون مثل الأزمات، كوارث. طبعا بنتحدث هون عن حالات عدم الاستقرار السياسي. مثلا مر علينا بالتاريخ فترات كبيرة شهدت حروب، زيادة كبيرة على الطلب بالنفط، تخوف المستهلكين من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ولعل أفضل مثال على ذلك هو ارتفاع أسعار النفط إلى 136 دولار أمريكي للبرميل الواحد سنة 2008، والسبب في ذلك الحروب التي كانت قد حصلت، وبالتحديد نتحدث عن حرب العراق وحرب أفغانستان، أثروا بشكل كبير على أسعار النفط بارتفاعها الأخير. قيمة الدولار الأمريكي، كون أسعار النفط مقيمة بالدولار الأمريكي، فبلا شك تغير قيمة الدولار الأمريكي يؤثر على أسعار النفط إجمالا. هذه هي البيانات الأهم والأساسية بشكل أكبر المؤثرة على أسعار النفط. طبعا نحن كمتداولين بهمني من هذا الحديث أن يركز على مجموعة من المعطيات. مثلا فيما يتعلق بمنظمة أوبك، جميع معطيات منظمة أوبك بتهمني كتقريرها مثلا اللي راح يصدر يوم الجمعة هذا الأسبوع، مهم جدا أن أطلع على هذا التقرير. بيانات العرض والطلب، كم يتم الإنتاج وكم يتم الاستهلاك بشكل يومي، وكيف يؤثر ذلك على أسعار النفط بشكل مباشر، تكلفة الإنتاج. أيضا من التقارير اللي بتتعلق بمخزونات النفط الأمريكية على سبيل المثال، كونه من أهم المخزونات ولها تأثير مباشر، لأنه هذا النفط تم استخراجه وجاهز للبيع وجاهز للتحريك والتوزيع أو يعني كمخطط استراتيجي، بالتالي راح يكون له أثر واضح على أسعار النفط مثل ما ذكرنا. التقارير هذول بيصدروا، عندك تقرير بيصدر عن وكالة الطاقة الدولية، وأيضا لدينا تقرير آخر وهو يسمى ب يصدر عن معهد توريدات الطاقة، أيضا يصدر يوم الأربعاء ويوم الخميس، هذول التقريرين على التوالي بيصدروا. طبعا ننتقل إلى نظرة على أسعار النفط والأسباب التي أدت إلى الحركات السعرية. نبدأ من البداية. أولا قبل 1970 كان أقل من 5 دولارات، ومن ثم قفز من مستويات منخفضة إلى أن ارتفع بال 74 إلى 12 دولار. شو السبب؟ مشاركتكم، ليش ارتفع إلى 12 دولار سنة ال 74؟ ما الذي حدث بين 73 وال 74؟ 1973 و 1974، لماذا ارتفع سعر النفط؟ انا بدي مشاركة الناس اللي موجودين معانا. تماما تماما، الحظر النفطي العربي الذي كان اخذ مكانه ما بين 73 وال 74، هذا الحظر الذي فرضته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك خلال حرب اكتوبر، مقاطعة الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية وهولندا، احتجاجا على الدعم غير المشروط لاسرائيل، وشهدت اسعار النفط زيادة كبيرة في ذلك الوقت. من ثم لدينا كان الحرب العراقية الايرانية سنة 1981، سببت ارتفاع النفط إلى 37 دولار، تسببت في الكثير من الأضرار المادية لمنشآت النفط في كلا البلدين، وبالتالي تأثر الإنتاج النفطي في ذلك الوقت، وتم حرمان السوق من ما يقارب 1 مليون برميل يوميا، أدى ذلك إلى زيادات مجددا في الأسعار إلى طبعا بلغت مثل ما ذكرنا ذروتها عند 37 دولار. بين 82 ل 86 عاد وانخفض إلى 14 دولار، وذلك بسبب سوء إدارة أوبك، وهو الخطأ وقع نتيجة سوء إدارة العرض، وطبعا توجه العديد من الأعضاء في محاولات لتعظيم الحصة السوقية، وتهاوى بذلك السعر من 37 دولار إلى 14 دولار بشكل مباشر. يعني كان في نوع من التوجه نحو العرض بشكل كبير والاستفادة من الأسعار العالية. سنة 97 حقيقة كان في عندنا
يعني بال 97 انخفاض آخر في أسعار النفط وصلت إلى 10 دولار. طبعا ذلك كان سببه الأزمة الآسيوية، تزامن ذلك مع أيضا قرار كان ليس بجيد كثيرا من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، زادوا سقف إنتاج طبعا في فترة كان هناك ركود اقتصادي للنمور الآسيوية إجمالا، أدى إلى انهيار الطلب وتهاوي السعر دون 10 دولارات للبرميل، فذلك أثر بلا شك على أسعار النفط. ومن ثم 99 لل 2000 عاد مجددا للارتفاع إلى 16 دولار، فيها تعهد أعضاء الأوبك بالالتزام بحصص الإنتاج المخصصة لكل منهم، وكان هناك نوع من التفاهم حقيقة بين منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها، وخاصة النرويج والمكسيك، لتنسيق سياسات من ناحية أخرى. هذا أدى إلى زيادة تدريجية في الأسعار إلى أن وصلت إلى مستويات 16 دولار مثل ما ذكرنا، مع مطلع 2000 صعدت إلى 27 دولار للبرميل. ومن ثم مع خروج التضخم عن السيطرة بشكل كبير والأزمة لدينا زيادة غير مسبوقة كانت أيضا في الطلب بالفترة ما بين 2000 إلى 2008 وبالتحديد النصف الأول من 2008، سبب زيادة وطفرة في الطلب على النفط وخصوصا في الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها كان الصين والهند. فاجأ ذلك الأمر أوبك، وكان لم يكن هناك الإمدادات الكافية للنفط، وبالتالي صعد سعر النفط إلى أسعار مرتفعة جدا عند 147 دولار للبرميل. بالنصف الثاني من 2008 تهاوت إلى 32 دولار، طبعا نتيجة الأزمة المالية العالمية وتوقف الطلب بشكل مفاجئ، وطبعا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو. من 2008 ل 2011 تقريبا عادت الأسعار مثل ما ذكرنا للارتفاع، نتيجة كان عندنا هون طبعا اجتمعت أعضاء أوبك بوهران بالجزائر وقرروا واتخذوا قرارات تاريخية بخفض الإنتاج ب 4.2 مليون برميل. لاحظ كيف القرارات أثرت على حركة السعر بشكل واضح، واللي بيسأل انه كيف تتغير الاسعار بهذا الشكل او كيف تتفاعل او كيف تتداول وفقا على البيانات او الاخبار، هذه هي الاخبار. اجتمعوا في وهران 4.2 مليون، تم تخفيض الانتاج فيها، كانت الخطوة لها تأثير فوري ومباشر على حركة الاسواق العالمية وعلى الاسعار اجمالا، اضافة الى التغيرات الكبيرة التي حدثت في المنطقة العربية إجمالا، الثورات وغير ذلك، تجمعت وارتفعت إلى أسعار فاقت 100 دولار للبرميل. ومن ثم بال 2014 إلى 2016 طبعا انخفضت أسعار النفط بنتيجة دخول النفط الصخري وأيضا عدم التوافق الذي كان داخل أوبك حقيقة، أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط مجددا وهبوط تقريبا إلى مستويات 26 دولار للبرميل. وآخر اتفاق أنتم على علم به حيث تم تجميد الإنتاج بلا زيادة أو تخفيض عند مستويات معينة، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولار للبرميل. هذه هي التفسيرات الكاملة لحركة أسعار النفط حقيقة، وهذا التايم لاين الذي تحركت فيه أسعار النفط. دعونا ننتقل الآن إلى نظرة على تحركات النفط، وذلك خلال عدة أطر زمنية. خلينا ناخذ الأطر الزمنية من اليومي إلى أطول فترة زمنية ممكنة. فنبدأ بالمستوى اليومي، نلاحظ أنه على الإطار اليومي والسيناريو الأول المتوقع لدينا على المدى المتوسط من شهر إلى شهرين تقريبا، بنلاحظ أنه في عندي نمط بسمى بالمثلث المتسع أو الوتد المتسع،
وطبعا هذا الوتد هابط متكون على أسعار النفط مثل ما عم بتشوفوا أمامكم خلال الفترة الماضية. طبعا السعر الآن بالقرب من مستوى الحد العلوي وهو اللي عند $50 للبرميل، وصولا إلى 50.50 دولار، وهي منطقة مقاومة مهمة جدا بالنسبة لأسعار النفط في الوقت الحالي. متوقع أنه يكون في عنا ارتداد نحو الأسفل أو الاتجاه الهابط، وذلك طبعا ممكن جدا حدوثه على طبعا نحو مستويات دعم عند 45.50 وصولا الى $42 للبرميل. طيب ليش هذا السبب؟ هذا لعدة اسباب. اول شيء قوة الدولار الامريكي اللي نحن عم نشوفها حاليا اللي ممكن تستمر في الوقت الحالي، وبالتالي يدعم ذلك ضغط اكبر على اسعار النفط في الوقت الحالي. ثانيا يعني هناك نوع من يعني انا مالي يعني ما بدي اقول اكيد، ولكن انا راح افرجيكم هذا الشارت ونشوف مع بعض حركه النفط في الوقت الحالي على الديلي. بنلاحظ انه انا بدات تتشكل عندي فنيا مجموعه من النقاط المهمه. عندي هاي القمه هون، وعندي قمه ادنى منها تشكلت عندي هون، عفوا عندي هذه القمة هون، لحظة شوي، هذه القمة الثانية واللي هي أدنى منها بالارتفاع، والقمة الثالثة والأخيرة اللي كانت مؤخرا عند هذه المستويات. بالمقابل أنا في عندي أيضا عندي قيعان نوعا ما متتالية بالانخفاض، هذا أول قاع وهذا هو القاع الثاني عفوا، وبالتالي نستهدف إمكانية هبوط إلى قاع طبعا ثالث أدنى من القاع السابق. إضافة إلى النموذج اللي فرجيتكم إياه واللي هو نموذج ممكن جدا للهبوط، بالتالي بيكون عندنا إمكانية الهبوط ممكن توصل فينا بأسعار النفط نحو 45.50 دولار للبرميل، ثم 42، وإذا كسرنا أكثر ممكن نوصل ل 39 دولار. طبعا إشارة الانخفاض طبعا بتأكد عليها مثل ما لكم شايفين أنه لما يكسر عندي الـ RSI دون مستويات الـ50، يعني بدأنا بالترند الهابط بشكل أكثر وضوحا. حتى الآن ممكن يلتبس على العديد منكم أنه هل النفط باتجاه صاعد أم باتجاه هابط. حقيقة بعد الرسم اللي فرجيتكم إياه وهذا النموذج الفني اللي نحن عم نشوفه تدريجيا، هناك نوع من الهبوط التدريجي اللي عم يتضح على أسعار النفط. والآن عندي هذه الفرصة، إذا كان الارتداد فهذا الارتداد ممكن يوصلني مينيموم عند $42 للبرميل كهدف مبدئي. طبعا وستوب لوس تبعي قريب جدا وهو القمة السعرية اللي وصلنا لها، فبالتالي على المدى المتوسط عندي صفقة قوية جدا طبعا لها وقف خسارة قريب نسبيا وهدف بعيد. أما على الإطار الأسبوعي والإطار الشهري، فلاحظ أن الإطار الأسبوعي وهو السيناريو الثاني متوقع على المدى الطويل، هون نحن عم نستهدف مدى طويل 6 أشهر وما فوق. عندي نموذج كتف وعفوا رأس وكتفين مقلوب، وهو نموذج انعكاسي للاتجاه الصاعد. كل ما نحتاجه هو أن نتجاوز مستويات تقريبا ال 54 53.60 تقريبا، تجاوزها الاغلاق فوقها على مدى على اطار اسبوعي ممكن جدا يعطيني اتجاه صاعد على المدى الطويل نسبيا. عم نحكي على 6 شهور، والاستهدافات قد تكون عند $62 ثم $75 ثم 87 اخر مستهدف للنموذج اللي نحن موجودين فيه حاليا. طبعا الدعم لا يزال قابع عند مستويات $42 للبرميل. فعلى المدى المتوسط شايفين النفط انه ممكن عندنا يهبط، ولكن ممكن جدا على المدى الطويل العودة للاتجاه العام الصاعد، ولكن تأكيدات العودة تكون مع عودة السعر والإغلاق الأسبوعي بشكل واضح فوق مستويات $53 للبرميل. عندها هدفي راح يكون 65
عفوا 62 75 وصولا الى 87 دولار للبرميل. من يؤكد ذلك ايضا، لاحظ الاطار الشهري نفس النموذج، كتف ايسر، راس، كتف ايمن، حده السفلي عند 42 دولار للبرميل، اختراقي لخط العنق، يعني عودتي للاتجاه الصاعد بالنسبه لاسعار النفط. خليني هون اعطيكم استراتيجيه مرتبطه بالنفط ويمكن تطبيقها على النفط، ولكن يمكن تطبيقها على العديد من المنتجات الاخرى، وهي الانفراجات او الدايفرجنس. طبعا العديد من زملائي حكوا عن الدايفرجنس، بنحكي عليها الان ولكن بطريقه مختلفه بعض الشيء. في عندي نوعين من الانفراجات، عندي الانفراج الكلاسيكي او الكلاسيك دايفرجنس، وعندي الهيدن دايفرجنس. نبدا بالكلاسيك دايفرجنس، له نوعين اللي هو بوزيتيف دايفرجنس نيجاتيف دايفرجنس. البوزيتيف دايفرجنس بهذه الحاله لاحظ انه بيكون عندي هناك تقارب ما بين يعني السعر، القيعان الخاصه بالسعر مثل ما لكم شايفين هون. خليني استخدم الدروينج. طبعا السعر، لاحظ القيعان متتاليه بالانخفاض على الحركه الخاصه بالسعر، بينما على الار اس اي القيعان تكون متتاليه بالارتفاع. هذا يسمى انفراج ايجابي. اما الانفراج السلبي فيكون عندي القمم متتالية بالارتفاع على السعر، بينما على مؤشر الـ RSI القمم متتالية بالانخفاض. طبعا نبدأ بالانفراج الإيجابي أولا. الانفراج الإيجابي يحدث عندما يكون مؤشر القيعان أو القيعان متتالية بالانخفاض على السعر، والـ RSI يكون متشبع أو قريب من منطقة التشبع بعمليات البيع. وبهذه الحالة يستدل على ضعف حقيقة بالبيع إجمالا، وقرب لإنعكاس الترند بالاتجاه الصاعد. يعني بمعنى آخر، لما يكون عندك السعر عم يرسم قيعان متتالية بالانخفاض، ويكون الـ RSI قريب من منطقة التشبع بعمليات البيع، ولكن القمم عفوا القيعان الخاصة بالـ RSI متتالية بالارتفاع، يعني كل قاع أعلى من القاع اللي سبقه، هو عكس تماما حركة السعر، عندها نحصل على ما يسمى بانفراج إيجابي. شو بنفهم من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أن بعد هذا الانفراج الإيجابي السعر سوف يعكس الحركة السابقة الهابطة إلى حركة صاعدة. هذه هي الإشارة التي أحصل عليها. الانفراج السلبي الكلاسيكي بيكون عندي قمم متتالية بالارتفاع على السعر الخاص بالنفط مثلا أو بأي منتج آخر، بينما الـ RSI بيكون عندي القمم متتالية بالانخفاض، كل قمة أدنى من القمة التي سبقتها. وغير ذلك يكون الـ RSI قريبا من يعني التشبع بعمليات الشراء، يعني هو فوق مستويات 80. بهذه الحالة عندها يكون هذا يعني بنسميه نحن positive divergence، وعندها هي إشارة لانعكاس الاتجاه من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط. طبعا الانفراج المستتر أو الهيدن عندها يكون عندي بالانفراج الإيجابي على سبيل المثال، القيعان متتالية بالارتفاع بالنسبة للسعر، وممكن جدا يعني انه يكون على ارتفاع واحد، خلينا نقول على ارتفاع واحد ممكن جدا انها تكون، لكن عندي بنفس الوقت يكون عندي الـ RSI القيعان فيه
متتالية بالانخفاض في هذه الحالة بشكل أكثر وضوحا. يعني الانفراج الإيجابي يحدث عندما يكون المؤشر القيعان متتالية أقل من بعضها البعض، بينما يكون الزوج قيعان أعلى أو متساوية تقريبا. بمعنى آخر، حركة السعر ما من الضرورة أن تكون مثل حركة الـ RSI، هناك عنف أكبر بحركة المؤشر بالمقارنة مع حركة السعر نفسه، فهذا يسمى بـ Divergence، Hidden Divergence أو مستتر نوعا ما. السلبي بيكون عندي بالعكس، تكون نوعا ما الـ يحدث عندما يكون المؤشر الـ RSI قمم متتالية أعلى من بعضها البعض، بينما يكون حركة السعر يعني القمم فيها أقل من بعضها البعض تقريبا، أو ممكن تكون متساوية حتى على مستوى واحد السعر. بمعنى آخر، السعر بالهيدن دايفرجنس مو بالضرورة أن يكون عاطيني أي إنديكيشن. مين اللي عم يعطيني الإنديكيشن أو المؤشر؟ هو مؤشر الـ RSI، هو اللي عم يعطيني انحراف أكبر، عندها يعطي نوعا ما، يعني خلينا نقول يعطي نوعا ما إشارة أن الاتجاه سينعكس بمثل هذه الحالة من الاتجاه السابق إلى اتجاه هابط أو اتجاه صاعد. إذا كان متشبع بعمليات البيع الـ RSI فذلك يعني أن الاتجاه القادم هو اتجاه صاعد، أما إذا كان الـ RSI متشبع بعمليات الشراء فهذا يعني أن الاتجاه القادم هو اتجاه هابط. ننتقل إلى أين تستخدم هذه الانفراجات، على أي تايم فريم. تقريبا الإطار المناسب لاستخدام الدايفيرجنس يمتد من الربع ساعة تايم فريم إلى ديلي تايم فريم، طبعا كل الأزواج والمعادن والنفط على رأسها. المؤشرات المستخدمة نستخدم على الأقل مؤشر الـ RSI بأعداداته القياسية الافتراضية. فبنلاحظ، شوف معي هون، بس أغير اللون شوي لحتى يكون أكثر وضوحا. لاحظ الانفراج اللي كان هون، هذا انفراج السعر، لاحظ انه السعر كان باتجاه صاعد نوعا ما، ولاحظ انه القمم متتالية بالارتفاع، بينما القمم على الـ RSI متتالية بالانخفاض. وغير ذلك، RSI كان بمنطقة تشبع لعمليات الشراء، فبنهاية النقطة تحديدا بهذا الكسر اللي صار هون هي فرصة قوية للبيع كانت، وإيمة تتأكدت مع إعادة الاختبار اللي ما دخل من هون، فحكما دخل من هذه النقطة واستغل هذا الهبوط اللي حدث معنا بيكون بهذه الحالة. أما بالحالة الثانية فلاحظ أنه عندي القيعان متتالية بالانخفاض، وبالتالي الخط مائل للأسفل، بينما الـ RSI القيعان متتالية بالارتفاع، الخط مائل إلى الأعلى، بمعنى الـ Divergence هون اسمه Divergence إيجابي. وطبعا الحركة المتوقعة من لحظة الخروج هي اللي شايفينها هون هي اتجاه صاعد، ولاحظ قديش الاتجاه استمر معي بالاتجاه الصاعد. فعمليا هذه الطريقة اللي استخدمنا فيها الانفراجات، طبعا الانفراجات الإيجابية والسلبية الكلاسيكية. أما الهيدن دايفرجنس فلا يوجد إشارات بيع أو شراء فيها، ولكن بماذا تساعد؟ لاحظ بماذا تساعد الهيدن، بيكون أحد الطرفين يا السعر يا الـ RSI ما لو عاطيني دايفرجنس واضح، شبه مستوى واحد هون اللي شايفينه هون، بينما هون في عندي انخفاض، وهون مستوى واحد، بينما هون عندي ارتفاع. فعمليا ما في دايفرجنس، لا يوجد عكس، هون عندي حركة مستوية وهون عندي صعود،
هون عندي حركة مستوية وعندي هون هبوط، القمتين على نفس المستوى بالمؤشر لكن السعر هابط، القاعين على نفس المستوى هون بالمؤشر لكن السعر صاعد. بماذا تساعد؟ تساعد على تأكيد الاتجاه، على تأكيد الاتجاه وليس على انعكاس في الاتجاه مثل ما ذكرنا في الانفراجات الإيجابية. لهون نحن بتنتهي عنا محاضرة اليوم.